مرحبا بكم أصدقائي، معكم يوسف من قناة يوسف عبد القادر. اليوم حاب أفيدكم بفيديو جديد وراح يعجب كثير من أصدقاء الصفحة، الملعقة الصفراء قبل النوم تذيب شو دهون الكرش والشحوم الهانش والمؤخرة وتفقد دوكس العقيل. وفي معقول هذا الحكي؟ الحاب يعرف إنه مزبوط هذا الحكي ولا لا، يتابع المكونات والطريقة. وهذا من مميزاته إنه بفقد الكرش 7 كيلو في أقل من 20 يوم، ويعني معقول بدون تعب واي مجهود. اللي حابب يعرف كيف يجرب الوصفه وان شاء الله تعجبكم الوصفه. بنبلش بالمكونات: ملعقه زنجبيل مطحون، ويمكن تستخدموا الزنجبيل المبروش، ملعقه زنجبيل مطحون، عسل، قشور ليمون، مبروش الليمون، ملعقه كركم نستخدم، وهون في عندنا قرفه. طريقة الاستخدام سهلة جدا. أول إشي بنجيب صحن، هاي صحن عندنا هنا، نمزج جميع المكونات بالصحن ونحركهن. أول إشي بدنا ملعقة عسل، هاي ملعقة العسل صار لنا. ثاني اشي بدنا ملعقة كركم مطحون، هاي كركم مطحون. بعد كل المكونات مرة ثانية: ملعقة عسل، ملعقة زنجبيل، ملعقة قرفة، مبروش الليمون شوية، وزنجبيل مطحون، وهنا ملعقة قرفة نحط، وبعدين بنحط مبروش الليمون. وصفة سهلة جدا، بتمنى تعجبكم وبتمنى تجربوها. بعدين بندير الزنجبيل، ونحرك المكونات. احنا في كثير وصفات عندنا على الصفحه، اللي حاب يتابع وصفات للرجيم ووصفات للجمال يتابعنا على الصفحه، في وصفات كثير. بنضل نحرك فيها ليصير عندنا مزيج. طريقه الاستخدام راح تكون سهله جدا. بنجيب كاسه مي، بنحط عليها من المزيج اللي عملناه من الملعقه هاي اللي عملناها. بتمنى تعجبكم الوصفه، يعني وصفه كثير سهله، انا بحب اعملكم وصفات موجوده بالبيت وبتمنى تجربوها. اهم شيء بدنا ندعمكم عشان نضل مستمرين معكم. هي هيك صار عندنا المزيج متماسك. ضل نحرك فيه، نعمل هيك نحركه منيح كله عشان يتماسك مع بعضه. اهم شيء لما نخلط المزيج بنخلطه مع كاسة مي دافية، يعني مش بتغلق عليه، تكون دافية. وهذا الرجيم بيعتمد انكم تعتمدوا على نظام السعرات الحرارية ونظام اللقيمات عشان يكون يعطيكم مفعول، وان شاء الله تعجبكم النتائج تاعته. هي هيك صار جاهز. هسا بنجيب كاسة مي، في عندنا كاسة مي جاهزة، نحط عليها ملعقة صغيرة منه، مش ملعقة كبيرة يعني، ناخذ هالقد نص، يعني ملعقة صغيرة بنستخدمها، نحطها، نضل نحرك المزيج، نحركه بالماي. طريقة استعمال هذا المشروب أو الملعقة السحرية هاي، يشرب بعد كل الوجبات بنص ساعة لمدة 30 يوم مع اعتماد نظام اللقيمات أو السعرات الحرارية. يعني تشربوه بعد كل الوجبات بنص ساعة لمدة 30 يوم، وإن شاء الله تعجبكم الوصفة تستفيدوا منها وادعوا لنا. هاي هيك المشروب صار جاهز معنا، بتمنى يعجبكم، والطريقة سهلة جدا تاعته، وإن شاء الله تستفيدوا من الوصفة. وأرجو من الجميع الانضمام إلى قناتي، قناة يوسف عبد القادر، عبر الضغط على الزر الأحمر، ولا تنسوا دعمي بلايك إذا عجبكم الفيديو. وشكرا لكم، وأنا مدامكم معي ومدامكم تدعمونا بلايكات راح نضل مستمرين معكم.